تفضل. جزاك الله فضلك. احنا على كل حال احنا الحياه اللي مرينا فيها ما واحد استحمل قد ما تحملنا، والحمد لله رب العالمين مضيناها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فاحنا حاليا يعني كل الحياه تبعتنا كانت بؤس يعني من الاول للاخر. عشان هيك الواحد يعني بيتذكر الماضي ومطبوع في دمه، الماضي تبعه عنده في دمه يعني بيقدرش ينساه. واحنا اللي شفناه اللي حكيناه لقيت الجزء من اجزاء كثيره، ولو الواحد بده يعني يحكي حكاياته بالتفصيل مظبوط بده وقت كبير. والحمد لله رب العالمين احنا حاليا يعني لقيت اصبحنا متأملين بوجه الله سبحانه وتعالى انه يكون في عندنا امل نرجع لهذيك المنطقه تبعتنا اللد، وينصرنا رب العالمين عليهم هذول الصهاينه، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. واحنا بس اللي هديته بحز بنفسنا احنا معتبرين من اهل غزه، احنا طبعا الا من 71 لهنا لهذا الوقت واحنا في نابلس، وكل الطوائر الحكوميه عندي اثباتات على انه انا من نابلس، يعني ما فيش اعتراف علينا من ناحيه الاردن. يعني الاردن لما بدنا نروح عليه بدهم عدم موانعه، فاحنا بنطلب يعني بنطلب هذا الشيء يكون يعني من جلاله الملك اللي هو موجود حاليا يساعد اهل غزه بهذه الطريقه. بدناش احنا يكون في منع ممانعه ويبقى فاصل بيناتنا، احنا بدنا كنا كعرب ومسلمين وليت الحمد لله رب العالمين يعني كل الدنيا صارت متاخيه، فبدنا اهل غزه يكونوا برضو من جماعه العرب اللي احنا يعني مع بعضنا تكون مع بعضنا. في بيتحدثوا عن الوطن البديل او عن التعويض، شو رايك عم ابو حسن في هذا الشيء؟ اي تعويض هذا؟ فيش شيء بتعوض. انا اخوي لما راح هناك في اللد بتعوض هو؟ انا اخوي عمره 22 سنه عز شبابه، يعني هذا الشيء لن انساه. والحاج يعني الانسان الله اللي صبره، شو نعمل؟ يعني قديش بدك حتى انهم يعوضوه؟ فيش قديش بدك، ما قلنا لك فيش قديش بدك، هذا ما فيهاش فصال. احنا بدنا العوده ثم العوده. وما كانش العوده فيش امل انه يعني الانسان بده يحقق يعني يتحقق بالقوه. طب بيقولوا حق العوده انه الفلسطينيين يرجعوا اللي برا للضفه الغربيه وقطاع غزه. وانت امتى بدك ترجع؟ مين اللي يقولوا؟ يعني في حديث هيك. ما فيش منه هذا الحكي، احنا بنرضاش في هذا الشيء انه نرجع، ناس ترجع وناس تضلها في منطقه ثانيه، الكل بده يرجع. الكل، يعني فيش حد بده يعني استثنائي يكون. لو خيرت بين منطقه في غزه في اللد او منطقه اخرى في فلسطين، لوين ترجع؟ تقبل في هذا الشيء؟ لا طبعا، ما هو معروف السؤال. إلا لبيتك القديم. انا لي 3 بيوت هناك في اللد، راحوا 2 هدوهم، في ضل باقي واحد فيها ساكن واحد اسرائيلي يعني صهيوني زي ما بيقولوا، ساكن هو من اللهم صل على النبي، من ايش، من بلد منطقه اسمها من هذول اليهود تبعون العراق اظن. يهودي عراقي اذا يقيم في بيتك القديم. هو المقيم. لما رحنا احنا زياره على اللد ايام زمان، هذا الحكي في بدايه الامر كان في روح ويجوا الناس، يعني ما فيش تصريح ولا حاجه. رحنا والراجل هذا يعني عرفنا يعني انه احنا جايين احنا غصبا عنا وبالاجار ماخذينها، يعني الدار من الحكومه تاعتهم، يعني انه ماخذينها بالاجار. وهذا الشيء يعني قلنا احنا يا عمي ما بنقدر احنا، هذه تبرتنا يعني اللي هم اللي ساكنين عندنا في الدار هذيك، قال هذول احنا غلطنا وورطنا في هذا الجي تبعتنا على اللد. بعدها كم سنه رجعت للبيت وشفته، وشو كان شعورك؟ شعوري صرت امسك في التراب، الله وكيلك ما بكذب، صرت امسك بالتراب واخذه احط بجيبي مشان افرجهم لاهلي، احط بجيبي يعني من حبي في الوطن. يعني شو كان شعورك؟ شعوري شو بدك تكون شهور يعني اكثر من هيك، يعني الواحد يعني احنا تولدنا في اللد وعشنا في اللد ووعيت انا يعني بعرف كل شيء يعني في اللد، مش صغير 17 سنه كنت، وفي ناس كثير يعني مثلنا يعني مش انا لحالي. هذا الشيء
كان يعني جماعي، والحمد لله رب العالمين. احنا معروفين اهل الليل دائما مضروب فيهم المثل، يقول لك بنزل من فوق الميدان واقف، يعني جدع. مباركة. الصهيوني اللي عايش في بيتكم استقبلكم بود، وشو الشغلات اللي انت بتتذكرها في البيت القديم اللي مقيم فيه هذا الصهيوني؟ انا اتذكرها في كل شيء، يعني منيح، يعني فيهاش شيء يعني. وصف لي شيء هيك مميز. اصله احنا يعني كنا جيران مع بعضنا، يعني بدي بيتك. ما هو بيتي. ايوه. بيتي انا كان عندي جنينة أزهر، يعني كلها ورد وياسمين وورد، يعني كلها يعني تطلع من البيت على الجنينة تبعتها تشوف هالأشياء اللي الريحة الطيبة والأزهار اللي هو فيها. يعني حواليها أرض كم دنوم؟ ما فيش دنومات. احنا بنتاجرش في الدنومات، بس لا، في حوالين الأرض. حوالين الأرض بس على قد البيت، يعني دون يعني زي ما تقول بيقولوا عندنا نمر. احنا عندنا مش دنوم، يعني زي ما تقول كل انسان اشتري نمره من الارض. نمره؟ اه نمره، نقول عنها نمره. وحياه ابويا كان موجود وبنيناها احنا، يعني ويعني كل شيء اسسناها يعني. والواحد بيصعب عليه الشيء اللي تعب فيه، وبيصعب عليه الشيء اللي تربى فيه. كم طابق كانت؟ احنا ارضي كلها. كلها ارض. ما احنا فينا ثلاث بيوت كان. هذا كتاب بحتفظ فيه عن مدينة اللد، هذا هو الحب تبعي والأصل تبعي اللي هي بلدي مدينة اللد. وأنا الكتاب اسمه اللد في عهد الانتداب والاحتلال، لا، والمؤلف تاعه اسمه أسبير منير. هذا أسبير مسيحي ولا مسلم؟ أنا ما بعرف عنه هذا الشخص، لأنه احنا طبعاً يعني جبنا من عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. يمكن لأي إنسان أن يرجع لهذا الكتاب، بعرف كل تاريخ اللد وأسماء العائلة. أنا كان الكتاب هذا أصغر من هيك، وطبعته يعني خطوة خط أكبر، وأنت شفت الأولاني، يمكن أنت اللي أخذته. آه؟ آه، فيعني هذا الإشي يعني بيعز علي كتير كتير كتير، يعني من وجودي يعني هذا الشيء. يعني مين بتتذكر شهداء ثاني غير يوسف؟ كثير والله. في واحد من اللد من دار الشله، يعني هذا كان شاب، يعني شو بدك احكي لك، يعني كان اسمه زكريا. وهذا الشخص يعني بعيد علينا الثاني من دار الشله. احنا كنا يعني كنا زي ما قلت انا من الاول، احنا عايشين. قديش كان عمره لما استشهد؟ يعني في ال 25 او 22 غيره يعني. تذكرنا غيره كثير كثير، يعني بدي اوصف لك انا يعني تأخذنيش، يعني بده يذكر أشياء يعني زمان هذا الشيء، لكن إحنا المقربين يعني علينا يعني. عندما دخلت الصهاينة على البلد تقريبا كم قديش عدد الشهداء من اللد في المجزرة غير 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 مجزرة الجامع؟ كتير راحوا وكانوا كمان جرحى. اذكري منهم شيء. في واحد من دار الغالي، وفي واحد من دار الله صلى على النبي، هذا برضو من اللد يعني اسمه محمود. وفي واحد من دار خروشة، وفي واحد يعني هدول كانوا جرحى وبعدين راحوا يعني في المعركة، يعني كانوا جرحى. ولما احنا بعد ما من السكان المدنيين العزل، انا بدي تتذكري من الناس المدنيين العزل اللي قتلتهم الحركة الصهيونية داخل البلد. هو الشغلة هذه ما تولدش، يعني احنا نعرف ايش صار في البلد بالضبط. انا بالنسبة لي يعني كان يهمنا احنا ندير بالنا لاولادنا ولحالنا، يعني تاخذنيش يعني لا وقت للدموع ولا وقت للوداع يعني. بالضبط في هذاك يعني الوقت المهم ان يخرج بريشه، يعني هذا الاشي يعني ما كانش متوقع. اللد اصلا كانت هم اللي يقولوا له من الصهاينه يقولوا له تروح على الجبهه تحت اللد، يرفض يعني بالفعل، يعني هذا الكلام مش كلام. المنطقة يعني كانت الحاسمة هناك. هي كانت، لأنه اللي بقول لك يصدوهم صد مضبوط يعني، ويحولنا لعند منطقتهم. وإحنا الحمد لله رب العالمين يعني حياتنا كانت يعني طيبة كتير، وفي عنا اللي إيش يعني المحبة بيناتنا والألفة. لم تذكر أي شيء عن الدور الإنجليزي، الاستعمار الإنجليزي. هل تذكر أي شيء عن دور الاستعمار الإنجليزي لما كانت فلسطين تحت ما يسمى الانتداب؟ هم الإنجليز يعني إحنا لما
يعني الانجليز طلعوا من اليد او من فلسطين، كانوا يعني يبنوا بنايات هم في هذا وعارفين حالهم بدهم يطلعوا، عشان الناس ما تفكرش في هذا الامور. يعني الاشي حصل يعني زي خدعه طبيعيه، اه يعني انهم انه موجودين، انهم انه موجودين. وفعلا لما طلعوا بالمره، احنا رحنا على غزه شفنا البنايات اللي في غزه في منطقه اسمها يعني الكلابوش، كانوا يقولوا لها ما هذه حطوا فيها مهاجرين، هي انصرات، هذا منطقه اسمها انصرات ومنطقه اسمها البريج، هذا كانت الانجليز سكنات الانجليز. أيوة. وكان لهم يعني بيوت للجيش تبعهم، من هذول اللي لهم اوس هيك السيف تبعهم زينجل من هذا الصاج، وكل منطقه يعني مخلفات الجيش اللي هاد ظلت فيها مطرحها يعني، والبنى لسه مش خالص. كان من اللد مجندين داخل الجيش الانجليزي؟ لا، كان في اضافيه في محطه اللد، هذه اضافيه شرطه، هذول زي ما تقول يقولوا لهم اضافيه، هذول يعني زي ما بيقولوا ايش بيقولوا عنهم في وقت العاز يعني في المنطقه تبعتهم بالشرطه. يعني هل كان موقف وطني عدم المشاركه مع الانجليز في الشرطه والجيش؟ اه فيش اقول لك، احنا بقول لك كهرباء ما بدناش نمد احنا، بعدين بيع اراضي ابدا، ما واحد اشترى شافت ارض ولا متر واحد من عندنا، يعني كل هالاهل اللد الارض اللد لاهل اللد، يعني ما حدش. بس بيقولوا بعتوا الارض. مين؟ والله ما اللي بيقول بيكذب، وهذا الشيء يثبت لي وانا مستعد اواجه. يعني العرب ولا بيدري؟ فيش حدا، لا فيش حدا. بقول لك يعني كانوا يعني اليهود من كثر ما هم مغيظين، اللي هم الصهاينة هذول، يعني شوفوا الواحد معه شقفة سلاح من بعيد يعني يلحقوه يطخوه، هذا زمان هذا الحكي. بقوا جبنا ايام يافا، بقينا نروح نتفرج على ملعب الفوتبول، احنا يعني بقينا نروح على يافا في ملعب استاد هناك يعني في يافا، بين اللي هم الصهاينة وبين العرب. ما يافا وتل أبيب كانوا متوحدين مع بعض، يعني مش يعني في السكن فيش فرق فاصل، فكانوا متفرجين من الصهاينة ومن العرب اللي هم المسلمين. كان واحد يشجع مين؟ الفريق تبعه اللي هم الصهاينة. الفلسطينيين قصدك مش العرب، لأنه احنا فلسطينيين. ما هو العرب فلسطينيين. أي نعم. كانوا جماعة من اللي يعني الجمهور تبع اللي فلسطينيين واقفين يتفرجوا، إلا هما اثنين يعني زي ما تقول واحد من الفلسطينيين واحد من الصهاينة، صاروا بدهم يتقاتلوا على مين غلب ومين ما غلبش وحاجات زي هذه، بدهم يهجموا الصهاينة على الفلسطيني، تجمهروا عليه يعني مشان ايش يعني يضربوه. واحد من اللي واقفين كمان معه شفرة، قال لي الله وكيلك انه بالشفره، حملت الشفره هيك وتهدت عليهم كلهم هربوا شفره، شوف هالجبن تبعهم كيف. فيعني الواحد يعني شو بده يحكي، بيخلصش من الحكي منهم، هذول جبن بالفعل يعني. في الوقت بعد كم يوم خرجت من اللد ابو حسن. كيف يعني كم يوم؟ يعني بعد ما دخلوا اللد 3 ايام. قديش اخذتك لو وصلت لمنطقه بلعين؟ قديش اخذتكم؟ يوم وليله. يوم وليله ما بيتنا في بالطريق واحنا ماشيين، يعني احنا لما وصلنا لعلين منهكين بقينا بيتنا. وبعدين لما اجونا الصبح اليوم الاردنيين بقوا الاردنيين دول تاعون الامير عبد الله اخذوا سيارات جيش يجونا ودونا رام الله ومن رام الله على نابلس. اخر سؤال لانه معنا شوي كثير، شو حابب توجه كلمه للناس للعالم اللي برا؟ بوجه كل نتحد ونكون يد واحدة، احنا يا العرب يا الفلسطينيين، ونقبل بالشيء اللي مفيد لنا والرجوع الى البلد تبعتنا كل واحد لبلده. انا الي بنت في قطر، يعني قدمنا لها جامع شمل عشان نتجمع ونكون مع بعضنا، بعدين وقت الرجوع نبقى مع بعضنا ان شاء الله. مين في مشهورين من اللد على المستوى الساحه الفلسطينيه؟ والله في عائلات يعني احنا كان حاليا جورج حبش انا بعرفش عنه.
يعني من اللد اصله ترك الجامعه تاعته. هو مش عندنا بلبنان. اسماعيل شموط مشهور. شموط كنا نعرف عنه. بعدين في دار الهنيدي ودار المهتدي، هذول يعني كانوا معروفين في يعني بلدكم انجبت ابطال مناح في الساحه الفلسطينيه يشهد لهم. هو مش يعني كلام، يعني فعل، يعني كلام، يعني رجال بالفعل، يعني كانوا جدعان ما هبوش الموت. والحمد لله رب العالمين، احنا ليت بنستنى فرج رب العالمين، وربنا ما بيأخر علينا ان شاء الله طلبنا باذن الله. أوكي. ونشكر العم ابو احمد ابو حسن، نشكرك على هذا اللقاء، اجمل شكر. وقد اتحفتنا وثقفتنا ايضا